شو غير فراق عنه بحالهم هن بقول 25 سنة؟ راحوا توزعوا شقف شقف وانحكمنا بلا عدالة، الاقتصاد، الإدارة، الاختراب، حتى الاختراب اعتقدوها من قطعجية بالاختراب انها هيدي لعلمها. مثل امبارح انه بيقرر هو انه هلا زعل هون من الرئيس، شو خصني انا وشو خص المغتربين؟ شيء تشقفهم وتقسمهم طوايف وتقول لهم للشيعة بكسر له اجتماع بيروح وبحرمه يفوت على لبنان وبهدده بشغله وبسكر المصرف يلي بيساهم بالمؤتمر. هيدا بلطجة، هيدا مش رئيس مجلس نواب. تخيلوا دولة على رئاسة مجلس النيابة تبعها، يعني يلي بتشرع القوانين، يلي بتراقب الحكومة إذا خيبت، رئيسها بيقول أنا بسكر مجلس النواب وما في تصلحوا القانون، بدي خالف القانون وممنوع تصلحوه.